هي ليست المرة الأولى التي يحذر فيها مسؤول أمريكي من عرقلة الانتخابات في ليبيا. سبق لمسؤولين أمريكيين قبيل زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومشاركتها في مؤتمر باريس بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لفرض عقوبات على كل من يعمل على عرقلة الانتخابات الليبية. الولايات المتحدة الأمريكية ترى في هذه الانتخابات فرصة مهمة لإعادة ليبيا على مسار السلام وإنهاء حالة الحرب التي تعيشها منذ سنوات. حتى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نوراند وأيضا الذي يعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا قال بأنه وهو الذي أمضى تقريبا 3 سنوات في هذه المهمة لم يكن يتوقع بعد تقريبا 2 سنين أن تصل ليبيا إلى هذه المرحلة، مرحلة إنشاء أو تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، بل حتى أنه تم الوصول إلى بحث عدد من المسائل التقنية المحيطة بهذه الانتخابات. الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حريصة على أن تتم هذه العملية الانتخابات في أحسن الظروف، حتى إن السفير نورلاند عرض مساعدة هذه الإدارة في سواء إرسال مراقبين دوليين، خاصة وأن هناك عروض من مراكز هنا معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو الحال بالنسبة لمركز كارتر لمراقبة الانتخابات. أيضا تحدث عن بعض المواقف أو المخاوف المحيطة بسير هذه العملية الانتخابية فيما يخص المعلومات التي يمكن أن تصل الليبيين وتعرقل هذه المعلومات، وكان هناك عروض أيضا لتقديمها بخصوص الأمن السيبراني دون الدخول في تفاصيل ماهية هذه العروض. لكن أيضا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قالت إنها تقدم دعما ماليا وفنيا لليبيا لتنظيم هذه الانتخابات. بالتالي هناك ترسانة كبيرة من العروض الأمريكية التي تضعها أمام الليبيين للخروج من هذه المرحلة بسلام، إنشاء حكومة قادرة على إعادة ليبيا إلى مسارها الديمقراطي، وهذا ما قالته هذه الإدارة عدة مرات. سيكون لهذه الحكومة القدرة والقوة القانونية حتى لإنشاء تحالفات ودولية قوية مع الخارج من أجل إعادة الاستقرار إلى ليبيا مروش.